دي شقة 4 غرف، إيجار سنوي مع حديقة خاصة، الشقة زاوية، عندي ده المدخل، عندي هنا ده الدولاب، عندي هنا غرفة صالة مطبخ وحمام ضيوف. هبدأ الأول، دي أول غرفة تحت، من خلالها بقدر أخرج للحديقة. دي حديقة خلفية، الحديقة لفة معايا لحد هناك، هنصورها برضو من هناك. ودي الطلة بتاعتها على الجبال. هاجي بعد كده عندي دي الصالة، دي الحديقة بره، وحدودها من أول الشجر ده كده كل ده. دي كل دي الحديقة خاصة بالشقة، ودي الطلة بتاعتها. هجي بعد كده ده المطبخ، طبعا كامل من الأجهزة الكهربائية. من خلال المطبخ برضه أقدر أخرج للحديقة. هنطلع الطابق اللي فوق، عندي هنا دي غرفة رقم 2، وفيها شباك. دي غرفة تانية، فيها بلكونة خلفية، بس بلكونة صغيرة. عندي هنا ده الحمام، مكان الغسالة. اجي بعد كده دي الغرفة الماستر، عندي هنا ده الحمام، شباك جانبي مطل. عندي دي البلكونة،